Oh,
très très belle musique kabyle. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 24 septembre 2022. Il est exactement top. Les 12 coups de midi. Tous les gens qui sont à table, je leur dis bon appétit. Alors ce n'est pas mon cas, je vais boire mon premier café. Alors ce matin, je n'ai pas eu du temps de boire du café du tout. Je vous jure que c'est mon premier café et je le partage avec vous, mes chers amis. صباح الخير عليكم مساء الخير عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كنتوا تسمعوا في الموسيقى القبيليه بني عمنا خاوتنا القبيل فحولة قال لي انايا واحد قال لي ماشي ذا قبيلي ماشي ذا قبيلي وين المشكل يا صافي ماشي ذا شاوي بصح ما تيني ملي انا قبيلي ماشي ذا قبيلي ما كان حتى مخوم لهم مرحبا بكم خاوتي دونك جو بارطاج افيك فو مون كافي سي مون برومي كافي جي هات لو بوار تو دو سويت على الدكي لي شو فوالا صحه القهوه النون والله يا دي هي ما تنجمي ديري قهوه كيما هذه شوفي والله لو كانت عاودي لو كانت عاودي 2000 خطره باردون لو كانت عاودي 2000 خطره ما تنجميش ديري قهوه كيما هذه ها سورتو افيك دي غاتو سيغاريت كيما هكذا شوفي نقول لك ما تلقيش الي احبابي راكم معروضين ديما قهوه اللي يحب مرحبا لا درس تعرفوها مرحبا بكم البارح سمحوا لي كنت شي متقلق مع هذيك المراه هذيك يعني العنبيه حتى ان شاء الله غدوه نشوفوا نجيبوا الاخبار من عنبه ما كانش اليوم لا غالب سي كانوا غير الناس برك بيرمانونس ما عندهمش حق يتكلموا كما قال واحد بيرمانونس و سافي يديروا غير الحوايج اللي كما قال واحد اورجونت اي تو سا الوغ البارح كانوا بزاف الناس يتقلقوا معايا كيما دي هي مسكينه هذه اللي حتى هي البارح ما قالتش كيفاش دير المراه هذه وكان ثاني واحد صاحبي بعث لي صار البارح مسكين حتى هو دي تويت مسكين يعني مازالت الخير في البلاد يا ناس وانا كانوا بزاف اللي فنادق قدامي وقاعد نبعث لهذا ويقول لي يا ولدي راك غلط في الميساج سي نورمال لا غالب واش راح نقول لكم سيد مسكين حتى هو تقلق اكثر مني انا وقال لي اعطيني غدوه الكونت نتاعك باش نبعث لك شويه دراهم تبعثوها تديوها لها المراه هذه يعني مازالت الناس يعني واش نقول لكم يعني مازالت الامل مازال الجزائريين لاش تيكونوا وين يكونوا يبقاو ديما دي زالجيريان ميرسي بوكو مسيو مويسي سي جي با مسيو با ترومبي في لو نون تاعك ميرسي بور فوتر كونفيونس الراجل ما نعرفوش يقول لي نبعث لك الدراهم يعني والله سا يعني فريمون سا شي صافي شو كور والله كثر خيرك يا مسيو مويسي كيما قلت لك البارح ها جو كونك سي مويسي باش ما نغلطش دونك جو في رابيدمون فواغ ميرسي طاهر ميرسي بوكو يا خويا على الثقه اللي درتها فيا وكما تعرفني يا خويا طاهر انا عمري ما نحكم الدراهم على الناس وعمري ما مالغري كو راك درت فيا ثقه جو فو غوميرسي انفينيمون مي انا جامي حكمت سنتيم على واحد ولا منا اذا حبيت تعاون هالمراه هذه ان شاء الله بحول الله جو في سي دومان ديمونش دو فوار سون ادريس وانا جيها نتصلوا بها عن طريق ناس مسؤولين عن طريق بوتيتر ناس يعني يكونوا فيهم ثقه كيما نقولوا البلديه ولا الناس اللي تخدم في الامن ولا منا وتعطينا الرقم نتاعها اذا عندها سي سي بي ولا عندها منا ونعطيه لك يا خويا كيما قال واحد وانت ديراكتومون منك ليها هي يا خويا انا عمري ليش تراني كي درت فيها ثقه جو غوميرسي فو غوميرسي انفينيمون مي جامي انا عمري ما نحكم الدراهم على الناس نقول لكم الحق جامي قدام خطا ناس يجيبوا لي خطا واحد جاب لي ما عباليش قداش مليون قال لي هاك قلت له يا اخي لا 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 لا, لا. انت تحب تعطيهم الواحد استنى اخويا دقيقه دوك نروح نعيط له كيما قال واحد ويعطيك الكونت نتاعو فيريهم له في الكونت نتاعو يا خويا انا ما نحكم لا قال كيفاه ولدي حنا عندنا ثقه فيك انت اي يا خويا معليش يا با سوسي عندك ثقه فيا انا خويا بصح ما كانش كي الانسان مع انسان وما كانش كي لو كونت بانكير ديما يا ناس يفودري توجور لو كونت بانكير ما تحكموش الدراهم هكذاك خاطرش لو كونت بانكير دو كونت ا كونت سي ان كيف اسمو سي ان كيما يقولوا هما سي اون بروف سي اون بروف مي تبزني سلا نتاع مد لي ونمد كذا تحت لتحت هادو اني ما نهضرش عليك يا مسيو مويسي نتاع خاطي كيما سي طاهر نهضر على اخرين برك مساكن اللي نقول لهم كي تتعاملوا ديما شوفوا كي يقول لكم واحد انا نتعامل بالدراهم ما نتعاملش بالشاك ولا ما نتعاملش بلور دو فيرمون ولا ما نتعاملش بالكونت بونكير اعرفوا باللي راه سيلوش
باسكو ميم دركا ولاو حتى كيما قلت لكم هذوك النهارات لي زافوكا، لي زافوكا وخويا الطاهر على بالو كيما قال لي، كيما قال واحد قال لي كلخوني حتى انايا وكلحوني لي زافوكا دوكا ما يحبش يقبل عليك الشك. معليش اخويا نجيب لك شك فيزي يا اخي، نجيب لك شك فيزي، اعطيني لو كونت نتاعك يا اخي، لوح لك الدراهم في الكونت نتاعك وما هذه هي. ما تقول لي انا لا لا يا خويا نتعامل، انا ما نتعامل بالتبزنيس بالاخر ما نتعاملش، انا قانوني، انا انسان قانوني، انا انسان نحب نخدم قد قد، ما نحب يا اخي يجيبني الدراهم حتى من بلاصه، نحب الناس لحبابي وصحابي نتعامل معاهم، نتعاملوا حباب صحاب مي بالقانون. نورمالمون نورمالمون في الجزائر يديروا قوانين. بونجور ماليكا، من بعد نشوف الميساج نتاعك. دونك قلت لكم بونجور بونجور تو الموند، بونجور الناس اللي راهم يبعثوا لي دركا، صباح الخير عليكم، ان شاء الله نكمل بك لا فيديو ونتكلم معكم. كما قلت لكم لا تخاص لا تخاص، لازم ديما تخليوني نتخاص، ما دريناش الكون واش يكون. واحد كي تتعامل معاه تعطي له مليون ولا زوج ولا 10 ولا 20، هو يقول لك هو يقول لك لا لا انا اعطيتك طون، وانت تقول له لا لا اعطيتني طون. هي شكون نمنوا حنايا، اسكو انت ولا هو؟ هو يقول والله يحلف ويتكتف على المصحف باللي عطالك 30 مليون، وانت تحلف وتوع على المصحب اللي عطالك 10 ملايين، شكون نقبلوا يرحم والديكم؟ دونك واش لازم؟ لازم لا بروف، لا بروف يا خويا، لا بروف هذه هي. شوفوا نقول لكم حاجه، خطره كنت نعرف واحد السيد كان حاكم، كان حاكم دراهم في الاخر في واحد الشركه، وخطره نحيت له دراهم، نحيت له دراهم، قلت له ما تجيش تحكم دراهم بكره، تغشش مني السيد، تغشش مني بورتون الي دو ما فامي، الي دو ما فامي. قلت له ما تجيش تحكم حتى دورو خلاص. قال لي كيفاش؟ قلت له يا اخي احنا نتعاملوا بالشك، نتعاملوا بلورد دو فيرمون، نتعاملوا اللي يحب حاجه يروح يفيري لنا الدراهم في الكونت نتاعنا ويجيب لنا لو روسي باللي راهو فيرا الكونت ونتفاهموا معاه سي تو. غاضوا الحال، قال لي علاش مانيش اني انا كيسي برينسيبال هكا بعد، قال لي انا شوي كيسي برينسيبال نحكم الدراهم يا اخي. يا ولدي قلت له ما تحكمش مادامني انا المسؤول ما تحكمش، تغشش عليا وكذا ومنا، روح يا زمان وجي يا زمان. انا رحت من هذيك البلاصه هذيك ونسمع به مسكين لاحو في الحبس، ونسمع به لاحو في الحبس، غاضني مسكين هو بورتو انسان متقي الله، انسان يصلي وخطيه المشاكل ومن ومنا. واش صرا له السيد هذا؟ كي رحت انا يا جا واحد اخر ولا رجعوا الدنيا كيما راهي، يقبضوا الدراهم هذا يجيبوا الدراهم على لي كليون وكذا ومنا. واش يدير مسكين؟ لما نعرف قداه المليون وراح لابونك باش يفرسيهم في لابونك، علاش ما ينزلش من الطوموبيل يخطفوا له هذيك الشكاره هذيك ويروحوا بها، لابوليس تجري، الاخرين تجري، ما حكموهمش. من بعد كي راحوا كيف اسمه ايزون بورتي بلانت، البروكيور قال لهم جيبوا لي الناس كل من بهم الكيسي هذا. قالوا انت يا انت كيفاش تهز دراهمك ياك وتديهم؟ قال لهم ما عرفت ندي كيما هكذا ومنا. قالوا مال هاد الناس وانت اتهمت معاهم باللي باللي يتلقاوك ثم باش يسرقوا لك الدراهم. قالوا يدي كيف كيف انا؟ قالوا تسرقني انا؟ قالوا هي نسرقك ودوك كلهم في الحبس، ولاحوا في الحبس. نعم لاحوا في الحبس. ما انا نقول لكم والله حتى مرته باعت السياره نتاعها باش سلكوا هذوك السوارد هذوك مساكن ولموا الناس وروحوا روح باش ولا خرج من الحبس. دونك يفو ايفيتي هذا الشيء، هذا موش الموضوع نتاعنا. الموضوع نتاعنا اليوم راح نعطي لكم واحد لا فيديو بعثها لي ديجا صاحبي هذا حبيبي هذا السيد اللي قلت لكم عليه قبيلت، بعثها لي ونعت لي مثلا بعث لي هذا لا فيديو هذه، قلت انا ان شاء الله نديروا موضوع على هذا الشيء هذا، وين نعت لي قوات مكافحه الجريمه لا بوليس داروا انديسونت في وهران في واحد الكارتي مشبوه، واسترجعوا بزاف اسلحه واسترجعوا بزاف مخدرات ودي كومبريمي ومن ومنا. الوغ بعثها لي قبيلت وكنت نشوف فيها، ودرك درك نعقب لكم شويه تشوفوها ونتكلموا على هذا الشيء وهذا كيف حتى نلحقت الجزائر لهذه الدرجه هذه. وهل ترى هاد لي ديسونت دو بوليس دي جوندارمري ميكست يا هل ترى يجيبوا نتيجه ولا لا؟ دونك نتكلموا عليها. خويا اللي بعث لي هذا باش من كل واحد نعطي له حقه. الي فوالا خويا ما غلطتش في الاسم نتاعو، خويا الطاهر بارك الله فيك، هذا عطيتني اون ايدي بوغ فيغ اجوردي واش يقولوا هذا لا فيديو هذه.
دونك اون فا سويفر ان تي بو هذا لا ديسونت نتاع كيف يسموه نتاع الشرطه ونعاودوا نرجعوا. الي اتفرجوا معايا. Retrouvez-vous le temps d'une pause. تبعتوا معايا نكتفيوا بهذا ليزيماج تاع بيان سور القناه البلاد اللي رافقت الامن مداهمه الامنيه نتاع الدرك الوطني اللي نحييهم والشرطه اللي نحييهم كذلك يخدموا في خدمه كما قال في حوايج يعني فريمون مساكن يعرضوا حياتهم للخطر يعني راح نتكلموا على هذا كامل. كما قال الانسان اسكو هاد لي ديسونت هادو دو بوليس رايحين ودو جندرمري رايحين يقضيو على هاد الجريمه والمنظمه وعلى هاد الناس هادو نتاع لي بسيكوتروب. راكم تشوفوا كيف السيد كيف تعرى راح يولي لهم كيف اسمهم على باليش والله يا سيدي دونك مسكين ما على بالوش بروحو بوركوا باسكو السيد ماهوش في عقلو السيد شرب دي كومبريمي كيما قال واحد دونك فوالا وكيفاش الشرطه مساكن جاو تعرضوا حتى هما شفتوا كيفاش طيش عليهم هذاك البيدون اوغوزمون كو بيدون قد يطيش عليهم حاجه اخرى قادر يتلقاو كيما سموا الناس اخرى اللي يستناوهم ويديروا عليهم برصاص قادرين شفتوا كيفاش الشرطه مساكن تعرضوا للخطر. وانا نقول لحاجه نورمالمون الشرطه يعرفوا خدمتهم نورمالمون اون ديسونت كيما هذه تطلب بزاف مجهودات يفو تو دابور بريميرمون يفودري بوكلي لو كارتي هذه الاولى يفودري فير ان بيريمتر دي سيكوريتي باش ما نخليوش حتى واحد من الناس تدخل ولا تخرج يفودري لو كيف اسمو نتكلموا مع المواطنين باش نقول لهم يحكموا ديارهم ويفودري لازم الوكيل الجمهوريه هو اللي يتبع العمليه وباب كيما هذا نورمالمون نحبسو ما نكسروش الباب لازمنا نجيبوه سيلولي نجيبوه سيلولي الدار محصوره ما عندو وين يروح نجيبوه سيلولي ونحربو كيما قال واحد وديجا لازم البيبان بوتيتر يكونوا بوتيتر كون نطيحو في مافيا ولا نطيحو في بعض الارهابيين ديك نمسو الباب ينفجر علينا ونموتو الكل دونك يفودري فواغ سي لابورت مي با كيما قال واحد بي جي هذه كامل تتطلب حوايج بزاف ما نجيوش هكاك وندخلوا برك وكيما قال واحد وشتو ميم تاع ذاك الطفل هذاك مسكين اسمحوا لي اسمحوا لي جو ديزولي شتو كيفاش الام مسكينه والحنانه نتاعها كيفاش في وسط الجدرميه وفي وسط لابوليس مسكينه وتحبت من ولدها مالغري كي ولدها راكم تشوفوا كيفاش الحاله اللي راهو فيها بصح الام مسكينه تبقى هي الام تبقى هي اللي متحضنه على ولادها سي سا لا فام سي سا الام مسكينه اللي الناس تضرب فيها والناس تسب فيها والناس على كل حال ل ل
كيفاش نقول الشيء اللي نحبوا نقولوه هو ان لازمنا هذا ليسون دو بوليس لازم تكون، وهذا الجندرمري لازم تكون. مبصح لازم الانسان يعرف، لازم الانسان يعرف باللي محاربه هذه الجريمه ومحاربه هذا الافكار كاملين هذو ما يداروش غير امنيين، ما يداروش غير امنيين. اسمحوا لي. دونك كما قلت لكم واحد الوقت هذا الكير هذو هاد المشاكل كاملين منين جاونا حتى تولي الجزائر كيما هكا. هاد الاولاد اللي تشوفوا فيهم هذو وهاد الناس اللي عيطوا لهم هما الصعاليك وهاد لي بوندي وهاد ما جاوش هكاك، ما جاوش هكاك، جاو منين؟ باسكو ما كانش ايدوكاسيون، ما كانش تربيه. لو كان جات كانت التربيه ما يكونوش هذا الشيء هذا. ها واش دارت التربيه الاسلاميه هذه اللي نديرها في ليزيكول؟ التربيه الاسلاميه في كل بلاصه، التربيه الاسلاميه ودوك نرجع من بعد عليها هذا المشكل تاع التربيه الاسلاميه، هذوك نرجع عليها من بعد. ما درت لنا والو، نورمالمون سي ليديكاسيون سيفيك، ليديكاسيون سيفيك باش الطفل يخرج ملي يكون صغير ما يعرفش الاسره تربي وليكول تربي ويا ربي، كما يقول الانسان الاسره تربي وليكول تربي ويا ربي. موش روح قريه القران وقال روح برك خلاص صافي فيني مضمون. هاكم تشوفوا كيفاش، هاكم تشوفوا السيد تعرض حتى للخطر، قادرين يفتحوا عليه النار يقتلوه. هاكم تشوفوا مادام السيد طيشها كيما قال واحد، على كون جات في راس الشرطي مسكين، وعلى هذا قلت لكم لازم بريباراسيون تاع اون ديسونت باغي. ما درينا شكون يتلاقانا، ما درينا شكون في الديار هذو، عمرنا ما نجازفوا باش نجيو كيما هكا. لازم تو دابور لي فورس دو سيكوريتي يكونوا كاملين بلي كاسك، ويكونوا كاملين افيك كيف اسمو لي جيلي كيما قال واحد باش يمنعوا روحهم من الرصاص. ها دونك لازم هذو كامل يكونوا باش هكا يقدروا يدير كيما قال واحد يديروا ان ديسونت باغي، باسكو ما دريناش حنايا شكون يستنى فيهم توالم انسان يكون عنده كلاش من فوق كيما قال واحد يصفيهم كامل كيما قال نو. لازم الانسان يكون ديما كيروح يكون ما يقولش انا راني ما كان والو غير جماعه المخدرات برك وجماعه نو ما دريناش. انسان ديما يكون ديما يقف، لازم يجي لي باربال، لازم كيما قال واحد يفو بوكلي لو كارتي كامل، لازم لو بارلور هذاك باش نتكلموا مع السيد. قال اهبط بالعقل بلا شي فوضى، اهبط بالعقل ما يصرالك والو. لازم الانسان ديما دونك ميغافون هذاك باش نتكلموا مع الناس، لازم ثاني كيف يجيو معنا كيف اسمه لي جي ا ليكتريسيتي تاع الغاز باش نطفيو الغاز نطفيو الاخر. ما دريناش يكون واحد ما دريناش واش يكون. دونك تو سا سي ا بريباري قبل ما نديرو ان ديسونت باغي. دونك قلت لازم نبداو من ليكول باش نحاربوا هاد السي اخ، باسكو هذا هو دينا الطفل هذا سيدي. هاو في غدوه نقدموه للعداله، العداله تلوحوا في الحبس ومن بعد يخرج يولي كيما راهو. وين هي النتيجه؟ ما كاينش نتيجه. النتيجه هي اننا نبداو من تحت، نبداو من تحت، نخدمو لاتخدمه نخدموه من تحت. لو كان ما نخدموهش من تحت ما عندها حتى معنى. ها ودينا هذا الحبس الطفل هذا، ودينا ما صاروش غير هو عشرات والعشرات، نعمروا الحباس ونقعدوا نو. دونك لازمنا بريميرمون ليدوكاسيون، التربيه هي الاولى، التربيه هي اللي تمنعنا من هذا الشيء هذا. من بعد كيبقاو اخرين يعني في كل بلاصه يكونوا الناس كيما هذو، لا بوليس ولا جوندارموري ولا القوات الامنيه تخدم خدمتها، وان شاء الله كيما قال واحد اون اغيف بونجور هشام ا توت الوغ. دونك ان شاء الله الانسان يعرف كيفاه نربيو جيل يكون صالح، جيل يكون ما عندوش مجتمع مخدرات. كي نحكمو حنا في ليكول واحد لهم تربيه هذه اسلاميه قرا قران، ومن بعد واحد ما داش سيجام طيشو في الزقاق، الزقاق يحتضن الناس يوليو يروح يضرب مع هذوك المجرمين، يولي حتى هو مجرم، ولا يجي يديه اصحاب الحي للمسجد. قال ربي قال الرسول ها من هي ينعت في الناس بالصبع، قال ها من هم اللي هم كيفاش هم الطواغيت، وها منا وها منا، ومن بعد سوا يطلع الجبل سوا يولي واحد كيما هذا بالمخدرات يولي منا. دونك ما نقدروش بهذا الشيء هذا. لو تو سيكوريتير ماهوش هو اللي يفري المشاكل، امبوسيبل كان لو تو سيكوريتير يفري المشكل. سينو كون خرجوا العسكر
خرجوا الكازارلات كامل يداروا قدام في السقاخات، مي ما تصلحش، نو سي با كوم سا. لازم نبداو من ليكول، ليكول هي الاساس. لازم الناس ثاني ونعرفوا كاين الناس ما على بالهمش حتى شكون ساكن هنايا، ما كانش والله ما على بالنا شكون ساكن هنا. ها يا سيدي سبحان الله، كيفاش بلديه ما على بالهاش المواطنين تاعها قداه كاين، ما على بالهاش شكون يسكن في تال تال ادريس، ما على بالهمش. تروح اليوم لاداس تقول لهم يا ولدي شكون هما الناس المحتاجين، والله ما على بالهم شكون الناس اللي تخدم، والله ما على بالهم شكون. فوضى ما فوضى ما تاكلش الفوضى، الفوضى ما تجيب والو. لازم كل حاجه وحاجتها، البلديه تخدم خدمتها، الدائره تخدم خدمتها، الولايه تخدم خدمتها، لابيوي يخدم خدمته. هذا هو اللي نجمو كساع اكساع نروحو ليكول، ليكول تخدم خدمتها ولازم لها فري ايكول. ليكول نتاع دركا ماهيش ايكول، ليكول نتاع دركا قاعده تربينا في اجيال راحين يجي النهار وين ما عادش نجمو الناس هذو نوليو نضربو معاهم بالرصاص ونضربو ماشي ايكول. هذه ليكول يفوتغي ريفواغ لو سيستيم سكولير. ها موش غفوا لي سيم سكولير، لا دخلهم الانجليزيه، يعطيهم الانجليزيه. يا ولدي انت تمسخر بروحك انت، ولا يا ولدي تهضر بالعربيه ولا بالقوريه ولا بالمصبونيه ولا بالانجليزيه، سي لا ميم شوز. مي نهضروا على لي ماتيير سيونتيفيك، لي ماتيير سيونتيفيك كلش لازم يتقرا باللغات الاجنبيه، بالفرنسي وبالانجلي وبالاسبانيول، ومنا ونشوفوا لي ماتيير واش نديروا لهم. واش ندير بالتربيه الاسلاميه؟ نحيها ندير في بلاصتها حاجه اخرى خير. التربيه الاسلاميه نخليوها للناس يقعدوا براسهم، الانسان اللي يحب يربي ولده في الدار كما يحب، ولا يحب يديه للجامع كما كنا نديروا حنا بكري. كانوا الجوامع يروحوا يقريوا الاولاد يقرا كما قال واحد، حنا بكري ما واحد ما يعدي 60 حزب، 60 حزب باردون، واحد ما يعدي حزب ولا زوج ولا عما يتساءلون في الامان. انا قرنش عليها، جدي كان يقري في القران والله ما عقبت عمه. ما كاينش احنا ندخلوا في هذه المشاكل كامل ورايحين والطبري وما نعرف واش، وجيب لي انا ويا لاباس ندير بهم انا هاد الناس كل هذو انا واش ندير بهم انا ابو هريره وابو ما نعرف شكون واش ندير بهم انا كيسك جو في فيغ افاك واش يعلموني هاد الناس هذو واش خرجنا منهم واش دار الطبري هذا وابو هريره وابو سفيان وابو واش داروا سيدي اعطيونا واش داروا خليهم يديروا كيما هما سيدي اعطيونا واش داروا هاد الناس هذو واش داروا راهم في الجنه يتنعموا شفتوهم انتوما يا اخي ما كانش هاد الناس هذو داروا وقتهم الله يسهل عليهم حنا نتبعوا علاش ما نتبعوش هانشتاين علاش ما نتبعوش الناس اللي دارت حوايج اللي دارت حوايج اللي حنا باش نديروا كيما هما بوركوا نتبعنا ابو هريره انا هذا واش ندير بينا ابو هريره هذا جو كوني ما با انا ابو هريره هذا باسكو انا غيان فيه واش دار ابو هريره قولوا لي ترى واش دار كيما دار تليفون كيما هذا كيما دار ما على باليش انا واش يقولوا حاجه واش دار هذا السيد هذا انا غيان فيه سمحوا لي دونك الناس هذو يفضغي لي زيفيتي من ليكول يفالي با ندوخوا ولادنا بهذ الناس هذو هاكم تشوفوا كيفاش وصلنا بابو هريره وابو الاخر وقال فلان وقال فلتان وقال واعدوا لهم كل ما استطعتم من قوه وديروا لهم وهاكم شتو وين رانا ومن بعد نرجعوا ان شاء الله في الفيديو الثانيه على هالمشكل هذا نتاع اللي مازلنا الناس يدوخوا لهم في المخ نتاعهم بمعاونه نتاع الاداره وبمعاونه نتاع كيف اسمه نتاع التلفزيون اللي شان نتاعنا هذو بريفي اللي راهم يحبوا بالعاني يدوخوا الاولاد ويدوخوا منا خاطرش هما لاباس عليهم خاطرش هما عندهم ماليهم في الخارج ومنا هما يدخلوا غير يدوخوا غير في الشعب يحبوا يرشعوه. ديجا رانا ورجعنا افغانستان دوكا يحبونا نعقبوا من افغانستان اللي هي دونك بو ريزومي هالحوايج هذو اللي شفناهم يتنحوا الا كي نوليو اون فاغيستركتوري ليكول نبداو من جديد والناس هادو لازم يخدموا خدمتهم ونعرفوا في الكارتي نتاعنا شكون كان خاطر كي نعرفوا في الكارتي نتاعنا شكون كان اون بو حتى الناس كبار كيما دوكا نقدروا نعيطوا لهم يجيو اخويا كيما قال واحد في كل كارتي نقدروا نديروا بارفوا دي ريسيكلاج حتى للناس كبار بالامهات والاباء وهذوك يجيو بوغ ان جورني ديتود نجيو ارواح اسيدي ارواح اخويا نتكلموا سون بينيفيك يسون بينيفيك هاد الجورني هادو ارواح اخويا هاو كيفاش هاو كيفاش ونسالو سؤال يا هل ترى عندك حق نتايا تخلي ولدك من العشره نتاع الليل وروح الفوق لا ونعتلهم باش يعرفوا لي دروا نتاعهم باش يعرفوا هادي كل ما نديروهاش هادي كل حنايا خلي برك ولد وطيش للزقاق والزقاق كيما قال واحد وهي هادي ما نطولش عليكم نقول لكم اتو تالور ان شاء الله من بعد ما نطولش عليكم باسكو اليوم كان بمواضيع بزاف ان شاء الله نقول لكم بون سامدي ا توت يا توس كيما قلت صافي كيما شفتوا سو ما باج فيسبوك اليوم سي سامدي سي لا برومي جور تاع الويكند بون ويكند ا توت يا توس مي سامبلومون حنا عندنا في الجزائر ما سي لا فان دي ويكند كيما شفتوا مازلنا الجزائريين مازالوا قاعدين يباتيني ومباتيني ومباتيني وهذا كل المسؤولين هما اللي يديروا كيما هكا
بون ابيتي ا توتي ا توسيا توت ا لور.